حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف المقدم طبيب مناف القحطاني، عضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا. أهلا ومرحبا بك دكتور مناف. هناك زيادة في حالات القائمة المصابة بفيروس كورونا، هل هناك مؤشرات لانتشار الفيروس داخل البحرين؟ من أين أتت هذه الحالات الجديدة؟ هل هي زيادة طبيعية بناء على كثافة الفحوصات التي يتم إجراؤها، أم هي لمخالطين لا سمح الله إن كان هناك عدوى؟ أولا مساء الخير، أحييكم مرة أخرى من غرفة العمليات في مركز ولي العهد للتدريب التابع للمستشفى العسكري. أخي الكريم، منذ بدأنا عملية الرصد والتحكم في 21 فبراير، حنتكلم الحين على 16 يوم مضت. اللهم لك الحمد، لا توجد أي مؤشرات لانتشار الفيروس داخل البحرين. الزيادة اللي بتشوفونها على موقع الإلكتروني هي قائمة في آخر 24 ساعة، كانت جميعها حالات تم رصدها عند المنافذ لقادمين خارج مملكة البحرين. طبعا هذا كله يدل ونأكد على أنه يدل على سلامة الإجراءات وصرامتها اللي أخذناها منذ بدينا مشوار من 21 فبراير، وأكد أن احنا نتعامل مع كافة الحالات القائمة وفق أعلى المعايير الطبية بشهادة منظمة الصحة العالمية، ونتابع كافة الحالات لله الحمد بصورة مستمرة تحت إشرام طاقم طبي متخصص وفق المعايير العالمية. نعم دكتور، نتحدث قليلا عن المتعافين من الإصابة بالفيروس. أول المتعافين كان يوم الأربعاء قد غادر مركز العزل والعلاج، اليوم مضى 4 أيام على مغادرته. هناك حالات جديدة أيضا أعلنتم عن تعافيها، الحصيلة اليوم هي 6 حالات، أليس كذلك؟ نعم. ما هي حالتهم بشكل عام؟ حالة أول مريض غادر مركز العزل والعلاج، هل هناك متابعة طبية؟ كيف هي أوضاع الذين غادروا للعزل والعلاج؟ نعم، مثل ما تفضلت، احنا من كم يوم اعلنا عن خروج 4 حالات، الحمد لله كلها كانت متعافيه وشافيه. اليوم ربي لك الحمد، من قبل ساعتين كانت هناك حالتين اضافيتين خرجوا اليوم لمواطن بحريني، مواطنه بحرينيه، جميعهم تم اخراجهم من مركز العزل والعلاج بعد لتلقيهم العلاج تحت اشراف طبي وفق المعايير الدوليه. تم خروجهم بعد التاكد من جميع الفحوصات المخبريه من خلوهم من فيروس الكورونا، فهذا يعطينا تقريبا المجموع الكلي الى الان الى 6 اشخاص، وجميعهم نتابعهم بصوره يوميه، والحمد لله بشركم جميعهم في حاله صحه الحمد جيده. نعم دكتور، الحالات المتعافيه تخرج من حصيله المصابين ام تبقى ضمن الحصيله؟ لا، تخرج من حصيله. تخرج من الحصيله. طيب الحالات البقيه من ما زال الى الان في العزل، كيف هي اوضاعهم الطبيه؟ وما هي المستجدات في مركز العزل؟ الحمد لله جميعهم حالاتهم مستقرة. عندنا بعض الحالات لكبار السن اللي تحتاج بعض الملاحظة ونعطيهم بعض الأدوية، لكن ربي لك الحمد اليوم مرينا عليهم وشفنا جميع حالاتهم مستقرة. حتى الأشخاص اللي يستلمون الأدوية حسينا أنه بدون يتجاوبون مع الدواء. نعم، شكرا جزيلا لك المقدم طبيب مناف القحطاني، عضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا.